أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجددا موقف بلاده الرافض لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، قائلا إنه لا ينبغي له الترشح للانتخابات المقبلة في سوريا. وقال أولاند في تصريح صحفي إن حل الأزمة يكمن في إجراء انتخابات بعد إحلال الأمن لكن دون مشاركة الأسد، وأضاف أن مشاركة الأسد في أي انتخابات جديدة ستكون بمثابة إقرار بعجز المجتمع الدولي في التوصل إلى حل.